مبروك للمنتخب العراقي وان شاء الله الخليج الكاس لنا ان شاء الله. اداء جيد. الف مبروك للمنتخب، قدموا اداء جيد جدا، لو يقسمون على اللعب ان شاء الله ناخذ كاس الخليج ان شاء الله. ان شاء الله الكاس لنا ان شاء الله. فوز العراق مستحق 100%، الحمد لله واحنا فرحانين وانا كلهم فرحان. اخواننا اليمنيين الضجون اللعبة وياكم احنا. يا الف مبروك للشعب العراقي ولجمهورنا الحاضر في البصره. اليوم العراقي والله قدها وقدود وفرحونا وبارك الله بكم، وان شاء الله نصف النهائي والنهائي ونفرح هذا الجمهور وكل الخليجيين، كل الهلا بكم وهذا بلد بلدكم، لا تستغربون ابد، ان شاء الله البطوله عراقيه واشكركم. مبروك خمسة لو بعد يردون خمسة، هذا شعب العراق على أرضهم إن شاء الله، كل الفوز والموفقية إن شاء الله. البطولة أن كأس الخليج 25 أن والله الأجواء ما توصف بالله العظيم، وإحنا طبعا الشعب العراقي محتاج فرحة، يعني ما أعرف شعبر، الله شاهد ما أعرف شعبر. مبروك مبروك الأبطال يستاهلون. نهني الشعب العراقي وهذا الفوز العظيم الذي أفرح كافة الشعب العراقي بكافة طوافه، ونهدي هذا الفوز الى كافة شهداء العراق خصوصا من الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي كافة، وان شاء الله دوم هذا الفرح على الشعب العراقي وما راح اشوف حزن دوم. اليوم فرحتنا ما تنوصف، يعني صح المنتخب اليمني شقيق وطالع من خسارتين، بس هو بعد العراق احنا نريده يفوز، وان شاء الله الخليج وراي المباراه انه بحيل الله والي البيت. هسه انت شفت الفرحه بالكراده، فرحه ما تنوصف، والله هسه احسن من القعده بالبيت هاي الونسه كلش كافيه. المهم ناخذ الكاس ونفرح وناخذ كاس اسيا ونصعد لكاس العالم بحيل الله والي البيت. يابا مبروك الفوز المنتخب والمبروك للشعب العراقي هاي الفرحه، وان شاء الله اريدهم يصيرون اقوى واقوى بعد ان على مود نفرح اكثر، وامنا بالمنتخب ان شاء الله، امنا كبير بالمنتخب، ونريد من عندكم هاي رساله للمنتخب، لا تفشون العراق ولا تفشون فرحتهم، شوفوا الفرحه شوفوا الشارع شلون فرحان لاجل المنتخب وشكرا. مبارك للمنتخب العراقي وفوزهم على اليمن 5-0، وصراحه ما توقعنا هذه النتيجه، وان شاء الله الكاس وان شاء الله وقعنا. والله الاجواء كلش حلوه وان شاء الله خير وسعاده علينا. نشكر الشعب العراقي على هذا الفوز العظيم، ونشكر المنتخب العراقي اللي حقق امنيات
عجيبة للعراق، ونشكر الفوز إن شاء الله، ألف ألف فرحة لشعب العراق العظيم. إن شاء الله تدوم علينا بالأمن والأمان، يبقى شعبنا آمن وأمين بحق محمد وآل محمد. ربي يحفظكم ويخلي قناكم المؤخرة. مبارك الشعب العراقي بمناسبة الفوز على اليمن 5-0، يستاهلون. وإذا نظل على هالأداء ناخذ البطولة إن شاء الله. والله تخبل، دائما الكرة تبدع في هيك سوالف. أول شيء نهدي الفوز للشعب العراقي، ونشكر اللواعي بأجمعهم على هذا الجهد اللي بذلوه، ونشكر الجمهور لتواجدهم، ونشكر كرم البصرة اللي واجدوا بكل الأماكن، يعني ما خلوا الناس تروح لا للفنادق ولا يفتحوا بيوتهم، للخليج العربي بأكمله. وإن شاء الله توصل فكرة للعالم كله مو بس للخليج بأنه العراق بلد خير وآمن والطمنانية. ونتمنى من الخليج العربي ومن الفيفا أن تفتح الحظر عن ملاعب العراق بأكمله، وشكرا لكم. هذا الفوز إن شاء الله، يعني الفوز هذا عراقي وفرحة عراقية، من كردستان شمال العراق للجنوب ومن غرب للوسط. وأشكر المدرب الإسباني اللي هاي خطة ماله حلوة سواها، ونشكر المنتخب العراقي على اللعب ماله الحلو. أجواء عراقية تخبل، أجواء إن شاء الله تبقى مستمرة يعني من هنا 100 سنة بعد، وفرحة بغدادية وعراقية.